4000 موظف من دائرة صحة محافظة صلاح الدين حجبت رواتبهم جراء تخصيصهم المالي بعد أن عينوا خلال السنوات القليلة الماضية، ليبقى هؤلاء الموظفون في حيرة من أمرهم، سيما وأن أغلبهم من أصحاب العائلات ذوي الدخل المحدود. وقفة احتجاجية أمام مستشفى سامراء العام وكل من الكوادر اللي محجوبة رواتبهم، وأن السبب سبب مفاجئ، يوم يعني نفس اليوم حجبت رواتبكم، يابا ليش أنتوا على الميزانية التشغيلية؟ زين احنا من تعيننا صار انا هسه سنتين متعين، صار دا استلم رواتب، يعني فجأة تعال اقطع راتبك، يا شنو السبب؟ والله ماكو مصادقة من المالية. احنا انا عقد من المستشفى السامراء جو من 2001، 16 سنة انا يلا تعينت، بامر محافظ وامر الوزير وامر كل الدنيا تعينت رسمي. زيانة تعيننا زيانة نفاجئ صورة 16 سنة صار لنا 4 سنين تعيننا رواتبنا تنقطع، ليش؟ زين احنا مين نعيش؟ مين ناكل؟ صار شهرين احنا تبهذلنا، شهرين تبهذلنا. الموظفون طلبوا الحكومة المحلية ونواب محافظة صلاح الدين ووزارتي الصحة والمالية بضرورة وجود حل سريع لهم، مهددين في الوقت ذاته بالبدء باعتصام مفتوح أمام دائرة صحة المحافظة لإطلاق رواتبهم التي توقفت الشهر الماضي. هي قضيتنا أصبحت واضحة، مطالبنا واضحة جدا لدى الجميع، لدى مسؤولين صلاح الدين. في حال عدم الاستجابة نلجأ للمحكمة الإدارية، إن لم يكن هناك جواب خلال مدة قصيرة سنلجأ إلى الاعتصام، سننصب خيم في باب الدائرة ونستمر بالدوام مع ذلك إلى حين حل قضيتنا. المسؤولين المعنيين عليهم أولا استرجاع رفع الحجب عن الرواتب، ثانيا بعد رفع الحجب عن الرواتب التحرك بجدية من أجل تثبيت جميع الموظفين. أخي أغلب الموظفين اللي قاعد بإيجار، اللي متزوج وعنده أطفال، أخي هذا شلون يعيش؟ ويتطلع الموظفون في صحة محافظة صلاح الدين إلى إجراءات حكومية عاجلة، سيما مع وجود تحركات للجنة الصحة النيابية والجهات الحكومية الأخرى لعرض هذا الموضوع في جلسات مجلس الوزراء لحل هذا الملف، لكنه وعلى ما يبدو إن مجلس الوزراء لم يطرح هذا الملف إلى الآن. من محافظة صلاح الدين، محمد السامرائي، قناة التغيير.